الله. في كل سنة يكرم جلالة الملك الله يحفظه عمال البحرين بمناسبة يوم العمال، وهذه عادة حميدة تدل على أن البحرين بقيادتها وحكومتها تهتم اهتمام كبير بالعمال وبوضعهم، وتحاول أنها تحل كل مشاكلهم وتسهل أمورهم لأهمية العمال ودورهم الكبير في عملية البناء ونهضة البحرين. ومثل ما أكد وزير العمل في احتفال هالسنة أن عدد العمالة في البحرين وصل نموه بلغ 8.6% خلال العام الماضي بما يزيد عن 787 ألف عامل، وهذه الزيادة تدل على صعود مستوى العمال في البحرين والاهتمام فيهم اقتصادياً واستثمارياً. وبلغ كذلك متوسط الأجور ووصل إلى 519 دينار في القطاعين العام والخاص. المرأة البحرينية لها دور كبير في مجال العمال والقطاع الخاص بسام، وساهمت في رفع مستوى الإنتاجية في العمل وأكدت تفوقها في الكثير من المواقع العمالية، لذلك ارتفعت نسبة التوظيف والثقة في الإناث ووصلت إلى 37% من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص بسبب توفير البنية اللي تتناسب مع المرأة العائلية، بعد تدشين نظام العمل الجزئي للإناث واللي نجح في توظيف أكثر من 2000 امرأة من تدشينه قبل سنتين. هذه بخصوص العمال وتطورهم في البحرين، واللي الكل يشهد له على الاهتمام المتواصل في الارتقاء بالنظم المعمول فيها. لكن بنوقف شوي مع قضايا العمال، شنو مشاكلهم اللي يعانون منها، شنو اللي نقصهم من قوانين، شنو احتياجاتهم. نسمع وايد قصص عن تعرضهم لأضرار وعدم تعويض ومشاكل فصل وغيرها تحصل بين العمال والنقابات، ونسمع عن جهود لحل هذه المشاكل، وكلها طبعا عملية طبيعية تحصل في أي ديرة. عشان نوضح موضوعنا أكثر بنشوف هالتقرير وبنواصل معاكم فقرتنا عن القضايا العمالية. إيدي دخلت شنو بين رولتين، رولتين اللي تسحب الألمنيوم. إيه، فالمفروض يكون عليها نوع السيفتي بحيث الواحد لو كان بروح يقدم على شيء من يفتح البوابة مالت هذا يبند اللاين. المفروض إحنا عارفين، صح إحنا عارفين، بس شلون؟ أنا ما كان قصدي بعد إن أروح إن أحس في دلين الرولات، بس المكان اللي أنا كنت ضبطه قريب إليها. يعني الحادث أنا مستغرب للحين شلون صار، فبس مجرد أنا حسيت يعني نوع اللسعة، شفتين لسعة هاي وعوضة، بس كذي حسيت، بس كذي يعني في ثانية صار الحادث، بس سحبت إيدي كذي شفتها بهالطريقة، بس يعني شفت بس العظم هو اللي يتحرك، كأنه واحد عنده هيكل عظم، شفتين شلون إذا كذي في الأصابع صاروا كذي بس عظم. أنا قلت يعني شفت إيدي، قلت راحت إيدي خلاص. في نفس الوقت يعني جاني هالشعور، قلت خلاص إيدي راحت. الأصابع دلين اللي ضرروا في البطن، داخل البطن يعني يصيرون بين الجلد واللحم. فقال لي الحين بفصل الإيد وبخليها عملية ثانية تصير، عملية لأن هذا اللي صاروا كلها قطعة واحدة. عقب تقريبا أسبوع واحد إنه فصل الأصابع مرة ثانية. طبعاً عقب الحادث صار لي سنة أنا في البيت، أساس إن العلاج والمواعيد وما أدري، سنة. بعدين رحت الشركة واشتغلت سيكورتيز تقريباً سنة وشوي، سنة ونص. يعني من صادني الحادث إلى ما تقاعد 3 سنوات تقريباً على امتحان للمؤمن. فأهلاً بي يعني قضاء الله وقدره، ما نجزع عند المصيبة. أقل زلة بنفس اليوم قرار نقلي إلى قسم آخر
انزين بدون اي انذار شفوي او انذار كتابي او خصم، ما عندنا الموضوع كان كلش بسيط. تنقل السيده الى المكان الفلاني بدون اي وظيفه معطيني اياها، يعني ما حد كان يقدر يتحكى، كان كل من يخاف، كان لدرجه الموظف اللي يطق بصمته وما تشتغل قول بيه لا يكون فنشتوني، كان لهالدرجه الوضع. ويقول لك مثلا تتبين بريك نص ساعه، بنزيد عليك نص ساعه متاخر، يعني تبينا نص ساعه بنعطيك لي 4:30 او لي 5، فتضطرين انت تتنازلين عن البريك مال الغداء لي نص ساعه. من بدوم فول تايم من غير ما ياكل، انا كثر ما اقدر كنت احاول ان ما اغيب، انه اكون يعني فول تايم، انه ما في شيء اي مشكله. صدر قرار التفنيشات وان الشركه تقلق، كانت في ليله نيو يير، يعني وزاره العمل قالت لنا لكم حقوق. زين اشتكوا، اشتكينا وبعدين ما في شيء، في المال 6 شهور ان المفروض يدفعونا لنا، عقب 2 شهر نزلونا المبلغ، بس بعد ما كان منتظم كل شهر، كان كل 40 يوم كل 2 شهر، لدرجة ان انا عقب تقريبا 10 شهور خلاص مال 6 شهور، قررت ان انا انقل من شقتي ارجع بيت امي، ان انا بيكون عندنا التزامات، كان عندي قروض، كان عندي خدامة، وكان عندي ياهل صغير 1 سنة و4-5 شهور. انت جامعية بنعطيك 400 دينار، زين تعالي حق 6 سنين الخبرة او خبرتك او كواحدة جامعية بقول لك احنا نمشي ضمن القانون، ايش بتقولين؟ لا، لدرجة ان امي اضطرت تتكلم احد من عائلتنا انه يشغلني في شركته اي شيء، نقول بس اشتغلي شيلي روحك انت تلقين لك شاغر وظيفي في الحكومة، بس للحين ما في شيء. تستحي كل تهشم العظام اللي في ذاكرتي ضربات النشيم، تهشم العظام مالها الى حين الصوره في بالي، يعني الصوت تكسر العظام مال رجولي، يعني كذي يعني كل شيء مو قاعد اتذكره بالضبط شنو اللي صار، بس هي اللحظه اللي قاعد اتذكرها هي تهشم العظام مالتي، هي الصوره من قاعد تروح من بالي شنو، بس اقول ايش القضاء القدر بعد ساعات يمكن الكرين قاعد تمشي من فوق راسش برغ يطيح منها يتبطل ما حد يربه. صحيح. طيح العام، هي صارت عين عندنا مره، بس الحمد لله سلم، كان عامل تو تباع طاحت مكانها. صحيح. كان احتمال يروح فيها العام. ألف تحية طبعاً لكل عامل، إحنا آسفين على يعني الألم اللي عرضنا لكم من خلال هذا التقرير، لكن إحنا في هذا اليوم هو يوم احتفال للعمال حقيقة، ولكن تقديراً للعمال حبينا إحنا نحط يدنا على الجرح لمصلحة العمال ولمصلحة البلد. إحنا عرضنا هذه النماذج، إصابتين عمل أدت لتوقف أصحابها عن العمل، وكذلك شفنا قصة الأخت اللي ياها فصل تعسفي من غير مبرر وانقطع رزقها، وإحنا دائماً نقول قطع رقاب ولا قطع أرزاق. المهم الشكاوى العمالية أمر جدا بديهي في كل دولة ومستمر ولا يتوقف، وإحنا بنستعرض معكم الشكاوى العمالية لآخر 2 سنين وشكاوى العام الحالي من بدايته وحتى يومنا الحالي. طبعا بنبتدي معكم في الشكاوى الفردية، بنشوف أن عام 2015 وصل عدد الشكاوى إلى 2812 شكوى، 1622 منها تم حسمها و1190 تم حفظها، وهذه يعني أن نسبة القضايا المحسومة 58% من القضايا. وفي عام 2016 وصل عدد الشكاوى العمالية 2990 شكوى، وتم حسم 1938 منها، وانخفض طبعا وانحفظت 10,000 أو 1052 شكوى، يعني نسبة الشكاوى المحسومة ارتفعت إلى 65%. ومن بداية العام الحالي وحتى اليوم عدد الشكاوى الفردية وصل إلى 821 شكوى، وتم حسم 535 شكوى بنسبة 56% مقابل 286 شكوى تم حفظها. كانت هذه إحصائيات الشكاوى الفردية، وبننتقل معاكم للشكاوى الجماعية، والمقصود فيها شكاوى لعدد من الموظفين في الشركات وغيرها.
في سنة 2015 كانت في 23 شكوى وتم حسم 19 شكوى منها بنسبة 83%، وفي 4 شكاوي تم إحالتها لهيئة التحكيم. 2016 ارتفعت عدد الشكاوي ل 32 شكوى، حسمت اللجنة 30 شكوى منها بنسبة 93.7%، وفي شكوتين تم إحالتهم لهيئة التحكيم. هذه السنة 2017 ومن بداية السنة في 8 شكاوي عمالية، حسمت الوزارة 6 شكاوي منها وفي شكوتين تم إحالتهم لهيئة التحكيم. طبعا بننتقل معاكم ومع ضيوفنا الكرام في الاستديو، يسعدنا طبعا ان احنا نرحب بهم. معنا السيد طبعا يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لرقابات عمال البحرين، حياك الله. الله يحييك. وكذلك نرحب بالاخ علي سلمان من وزارة العمل، اهلا، يا هلا فيك. وكذلك نرحب بالسيد مهدي محمد، وهو عامل متقاعد وعنده إصابة عمل وعجز بنسبة 95% في ذراعه، حياكم الله معنا في الراي. الله يحييك، يا هلا فيك. حياكم الله معنا في الراي، واحنا يعني ضروري ان ننوه هو يوم انجاز واحتفال بالعمال مثل ما ذكرت بسام، ولكن ايضا لابد ان احنا نلتفت الى مشاكل العمال وقضايا العمال، ومثل ما في الكثير قاعدين يحتفلون بانجازاتهم، هناك ايضا الكثير من يعانون من قضايا ويعانون من شكاوى مثل اللي شفناهم في التقرير. ومثل السيد مهدي حبيب راح نبتدي معك، تفضل، شنو هو مشكلتك ومتى بدت معك وكيف تم حلها او هل حلت او لا؟ انا صادفتني اصابه في الشركه سنه 2011 18/12/2011، تعرضت للاصابه، كنت عامل مشغل الات، فتعرضت لاصابه بليغه في يدي اليسرى، وعلى اثرها تلقيت العلاج والعمليات تقريبا 6 إلى 7 عمليات في يدي. للأسف إن يعني ما نفعت العمليات لذيك الدرجة يعني، وفي النهاية تعرضت إلى عجز بنسبة 90% في يدي، وانتقلت إلى الخطوة الثانية اللي هو اللجان الطبية. للأسف ما أنصفتني. شلون؟ تقرير أخصائي أو رئيس مستشفى السلمانية للعلاج الطبيعي، نعم، يعطيني رسالة أن أنا نسبة العجز مالي 90%. نعم. اللجان هذه الرسالة كانت مسكوكة في ظرف وأنا ما شفتها. لما عرضتها على اللجان، اللجان فتحتها وعطتني 40%. نسبة العجز في يدك. انزل. بعدين أنا تحصلت على الرسالة وكانت موجهة إلى رئيس اللجان علي الصالح، ومكتوب فيها نسبة العجز، لكن للأسف ما أنصفوني. ما أنصفتك اللي هي اللجان الطبية. عطتني نسبة 40%، يعني حتى نص النسبة ما عطت. نعم. وطبعا شنو طالبت يعني بعد ما طلعت هذه النتيجة من اللجان الطبية؟ ما يعني ما كان الامر يعني من اول جلسه ثاني جلسه قعدت معاهم وقالوا لي بس راجع التامينات، ما يعني ما يعطونك النسبه في نفس الوقت، ما يقولونها لك عشان لا يصير مشادات. اي نعم. يقول لك راجع عقب اسبوع اسبوعين يعني التامينات الاجتماعيه وبتعرف النسبه الجواب. اي نعم. زين، يعني كل ما هنالك ان يعني ما انصوا الفلوس ما تعوض الاصابه اللي صادتني، بس على الأقل أطلب الإنصاف يعني. نعم. الإصابة حدثت يعني، والدولة وضعت قوانين ولها الشكر يعني، والحمد لله إحنا أفضل من غيرنا في البحرين، عندنا قوانين وعندنا دولة وترعانا، وفي دول ثانية ما يشملهم تأمين عمل ولا شيء يعني. نعم. إحنا الدولة والملك وضع قوانين واضحة وصريحة. يعني أنت تعتقد أن المشكلة هي في تطبيق القانون مو في القانون نفسه، القوانين موجودة. القوانين ممتازة جدا ولا فيها أي شك يعني. هل هذه حالة مكررة مع زملائك؟ هل هذه حالة مكررة مع زملائك الآخرين؟ يمكن تعرفت على البعض منهم في التقرير. هذه الحالة معروفة في البحرين. ما في أحد يطلع من اللجان الطبية ويقول أنصفوني.
زملاء العمل اللي صادتهم اصابات وياي في الشركه نفس الكلام، واي واحد الاقي عنده اصابه يقول نفس الكلام. نعم ما نبي نعمم بعد يعني، يعني انا ممكن انت تنقل عنهم وانت صادق وصادق يعني، لكن ما نبي نعمم على هذا الشيء يعني. قالوا انه ما لان اللجان الطبيه سلمك الله مو قاعدين ويانا، فيعني اي نعم، فبالتالي ما بنحصل رد من عندهم. صحيح. فانا خلني انتقل حق الاستاذ علي سلمان، يعني الاستاذ الكريم، يعني انتم في وزاره العمل تنظرون لمثل هذه القضايا ولهذه المشاكل، نبي نتعرف على جهودكم فيما يخص مثلا اصابات العمل، الفصل التعسفي مثلا، ومن هذه القضايا اللي طرحناها كذلك في التقرير، يعني شنو جهود الوزاره في هذه القضايا؟ بداية حبيت أشكر إذاعة تلفزيون البحرين القناة الفضائية على استضافتهم، وهاي أولا، وثاني شيء حبيت أهني العمال تلك الأيادي السمراء اللي فعلا يعني بنت الماضي وما زالت تكدح في الحاضر، وإن شاء الله نتأمل فيها في المستقبل، إن شاء الله يكون بناء أكثر وأكثر في ظل قيادة جلالة الملك حفظها الله والحكومة الرشيدة. فوزارة العمل في هذا الجانب، في جانب مثلا إصابة العمل، هناك قسم يسمى قسم السلامة المهنية. نعم. القانون وضع له أسس وإجراءات يتخذها خلال أي إصابة تحدث. نعم. طبعا يشوفون إجراءات السلامة، هل هي موجودة هل هي لا، ويرفع التقرير، وإذا كانت إذا كان الخطأ يعني في خطأ من جانب صاحب العمل أو المشرف يحال إلى حتى إلى المساءلة الجنائية في هذا الشأن. لكن مثلا سالفة المتابعة بعدين العلاج وهالأمور هذه تخص جهة ثانية وهي وزارة الصحة. طبعاً. نعم. وزارة الصحة طبعا تقوم بعلاج المصاب وهذه الأمور لما يوصل إلى اللجان الطبية. اللجان الطبية هي تحدد نسبة الإصابة أو نسبة العجز إلى الشخص نفسه على أساس استحقاقه التعويض. إذا الشخص مثلا خلاص يعني وصل مرحلة أنه ما يقدر يكمل الشغل، أنتوا في هالحالة شو تسوون؟ إذا الشخص وصل في العجز اللي يسمونه العجز الكلي، هذه في هالحالة أساسا قانون العمل أعطى صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل إذا كان في عجز كلي. نعم. ليش هذه الـ يعني التخويل من في التشريع إلى صاحب العمل؟ لأن في شيء يكفل هذا العامل وهو الضمان الاجتماعي. نعم. اللي موجود. لأن أي شخص بيكون عاجز عن العمل راح يحال إلى التأمينات الاجتماعية وراح يصرف له راتب تقاعدي. نعم. ففي في شمول رعاية اجتماعية تشمل هذا المصاب. نعم. بننتقل لك استاذ يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. ايش كثر موجوده مثل هذه القضايا اللي شفناها في التقرير، وايضا قضيه الاستاذ مهدي موجوده اليوم في الوسط العمالي؟ في البدايه امسي عليكم وامسي على مشاهدينا الكرام، وانتهز هذه الفرصه لاتقدم بالتهنئه بمناسبه يوم العمال العالمي أول من مايو لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الشيخ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع شعب البحرين وعماله بهذه المناسبة الغالية. إذا إحنا بنرد حق سؤال الإصابات ونتكلم عن القانون، خلينا بس لو أعرج بشكل بسيط وسريع على القانون. إحنا عندنا قانون النقابات في البحرين من القوانين المتقدمة في المنطقة. نعم. ويعني ما بالغ إذا قلت من أفضل القوانين في منطقة الخليج العربي. لكن إذا نتكلم عن القضايا، إحنا القضايا اللي توصل لنا يعني احنا مظله حق جميع النقابات اللي منضويه تحت الاتحاد الحر. هناك في نقابات كثيره في كل مؤسسه والنقابه، يعني القانون ان يسمح في تعدديه النقابات في المنشاه الواحده، وهذه في سنه 2012 فسن هذا القانون في تعدديه النقابات في المنشاه الواحده. فاليوم هذه النقابات يعني في الجهه الواحده والمنشاه الواحده ممكن تكون في نقابتين ثلاث، ممكن تصير نقابتين، وهذه يعني شيء جيد انه يكون في تنافس بين هذه النقابات
للتقديم الافضل حق العامل. يعني امر صحي يعني. هذا شيء صحي. نعم. وهذه شيء كذلك يعني طبقا للمعايير الدوليه حسب منظمه العمل الدوليه. فاليوم الاتحاد الحر يعني لحد الان ما وصلتنا اي قضيه في الاصابات، انما توصلنا قضايا ثانيه مثل ما الاخت ذكرت هي الفصل. نعم. عندنا قضايا، احنا لو نرد نقول حق احصائيه لياتنا في 2016 وصلتنا تقريبا 106 من القضايا، فحللنا تقريبا 58 قضيه حل توافقي. نعم. بين النقابات وبين العمال واصحاب العمل. نعم. وهناك بعض القضايا ما توصلنا للحل التوافقي فاضطرينا نرفعها الى القضاء. نعم. فهناك يعني تقريبا 39 قضيه الى الان في القضاء موجوده. وتسع قضايا انحلت او اصدرت فيها الحكم لصالح العامل. نعم. هذه كانت في 2016. اما في 2017 نشوف هذه الحاله يعني نوعا ما تدنت، والظاهره نوعا ما قاعده تختفي بسبب الوعي اللي صار عند العمال وعند اصحاب العمل. نعم. فكان في تكثيف من قبل الاتحاد الحر على اساس اقامه ورش عمل وندوات ومحاضرات حق توعيه العامل في كيفيه ان تجنب هذه الاخطار او ما شابه ذلك. فالحمد لله يعني في 2017 الى الان عندنا تقريبا 10 قضايا، قضيه واحده انحلت في اول جلسه في المحكمه، واربع قضايا حاليا في يعني مناقشات بين تعاون مثلا الشركات وكذلك تعاون الحكومه معاكم. الفتره الاخيره في من ناحيه الشركات في تعاون. نعم. يعني بالفعل صار وعي اكثر من السابق. واحنا نعرف انه كان تخوفهم في السابق ان الازمه اللي مرت على البحرين. نعم. سواء الازمه السياسيه او الازمه الاقتصاديه اللي مرت علينا. نعم. فكان صارت في فجوه بين العمال وبين اصحاب العمل، فالحمد لله هذه قدرنا ان نردم هذه الفجوه، واليوم العلاقه جدا قويه بين الاتحاد الحر واصحاب العمل، فالحمد لله يعني حلينا كثير من القضايا. اما من ناحيه السلطه التنفيذيه فالعلاقه جدا قويه، وهناك في لجنه مشكلة بين الاتحاد الحر ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة يترأسها وكيل الوزارة سعادة الأخ صباح الدوسري، وهذه لجنة فيها تعقد اجتماعات دورية ومنتظمة على أساس أن احنا نرفع كل القضايا العمالية أو النقابية، والحمد لله يعني كثير من القضايا انحلت، وظلت يعني بعض القضايا عالقة، وهذه ليست يعني الخطأ في وزارة العمل إنما تعنت بعض إدارات الشركات. نعم. عدم وعيهم بقانون النقابات، وإن العامل هو إن ممكن إن يصير طرف ومكمل، والنقابة ترى مهمة حق أي منشأة. نعم. بس ثم طلعتوا مسيرة هالسنة. فاحنا غيرنا يمكن هالسنة. الاحتفالية اللي يعني سويناها. يعني كلامك يبين إن بالعكس التوافق 100%. وما في اي مشاكل، ما في بينكم اي مطالبات، وما عندكم اي مطالبات، والامور ماشيه تمام، لكنكم ما طلعتوا مسيره، قطعتوا مسيره السنه بسبه ان في يعني قضايا عالقه وتحتاج الى حل. ما فيها ما فيها مطالبات صعبه يعني احنا النقابات على طول احنا عندنا مطالبات، بس لكن احنا يعني واعيين حق الفتره اللي الان تمر فيها البحرين. يعني الفتره فتره حرجه، يعني غالبية الشركات قاعدة تتعرض حق الخسائر يعني بسبب الركود هذا الاقتصادي اللي قاعد نواجهه، لكن احنا اهم شيء ان نحافظ على المكتسبات اللي موجودة، وما نطالب بالشيء اللي فوق طاقة إدارة الشركات، لان اليوم احنا عندنا استراتيجية في الاتحاد الحر، نحط دائما استراتيجيتنا اول قبل ان نطلب اي طلب نحط الوطن اول شيء، ومن ثم الشركة ومن ثم العمال. ومتى ما احنا عرفنا ان الوطن ما بتاثر او الشركه ما بتاثر والعمال هني احنا نقدر نطلب ذي، فاليوم احنا يعني متفهمين بهذا الوضع، ونتمنى وغالبيه ادارات الشركات كذلك قاعده تفهم هذا الوضع، والحمد لله يعني في امور توافقيه قاعده تصير يعني بين الاتحاد الحر وبين غالبيه ادارات الشركات. نعم. استاذ علي، الجهود واضحه بين كل الجهات، في الكثير من القوانين، في الكثير من اللجان، كلها في تعاون، في تنسيق، في جهود على أساس أن تضمنون حقوق العمال، وهذه ما علينا خلاف فيها.
المغزى أو مربط الفرس مثل ما نقول في تطبيق هذه القوانين أو في عمل هذه اللجان بما ينفع ويخدم العمال. من شوي ذكر لنا الأستاذ مهدي أن أغلب الناس اللي دخلوا اللجان الطبية أطلعوا مراضين ويحسون أنهم يعني ما تم انصافهم. هني شنو دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مثل هذه القضايا العالقة اللي يعني خاصة اللي بعضها توصل إلى العجز الكلي عن العمل؟ طبعا في البداية لازم ننوه إلى أن القوانين الموجودة حاليا عندنا في البلد هي من أرقى القوانين في المنطقة. الحمد لله بفضل المشروع الإصلاح لجلالة الملك اللي أول ما تسلم يعني أمور الحكم يب هذا المشروع وفعلا صدر عنه قوانين جدا جدا راقية. يعني مثلا إذا أعطيك مثال قانون النقابات الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 يفوق العديد من الدول حتى الدول الغربية. حتى في شنو؟ في مثلا في تشكيل النقابي، يعني ما في اليوم أي سلطة تقدر تمنع أي نقابة أن تتشكل، لا الشركة ولا حتى الحكومة تقدر تمنع أي نقابة أن تتشكل، فيها حرية في تشكيل النقابات. وأضف لهذا حرية التعددية النقابية اللي هي شنو؟ اللي هي خلقت الجو التنافسي لجلب المكاسب والحفاظ على المكاسب العمالية. كل هذا ناتج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. فالقوانين اللي موجودة فعلا هي قوانين على هالكلام، يعني بس القوانين موجودة وراقية وهي متقدمة والأولى في خليجيا، لكن نحن نتكلم من حيث تطبيق القانون. من حيث تطبيق القانون تضمن وزارة العمل، وزارة العمل مجال قانون العمل هي مسؤولة عنه، ومجال قانون النقابات، لكن إصابة العمل ترتبط بجهة أخرى، جهة تنفيذية أخرى. كذلك القانون وضع لها، يعني مثلا هو الأخ لو تضرر من هذا القرار إلى حق التظلم ضد هذا القرار والدخول مرة أخرى إلى اللجان الطبية، ومن حق أن يطلب حتى تغيير إذا هو يعني يحس أن في شيء ما بينه أو بين أحد الأعضاء أو شيء. وياكم يا وزارة العمل ما تم إنصافه على حد قوله سواء الأخ مهدي أو غيره ورجع حق وزارة العمل، أنتوا المعنيين بإصلاح الوضع يعني من حيث العمل صحيا ما أنصفوا وياكم، وش تسوون في الحالة؟ مثلا بعض الحالات تيجي اللجان الطبية تشوفها أنها هي تقدر تشتغل، يعني العجز مالها مثلا ما مو العجز اللي يخليها يحيلها إلى التقاعد مثلا تناسب. أيوة، فهني القانون يلزم صاحب العمل اللي هو يشتغل عنده أنه يوفر له وظيفة ثانية تناسب حالته الصحية. في يعني أسوأ الأحوال لو ما كانت هناك وظيفة ثانية على طول طبعا من بيكون من حق صاحب العمل أن يستغني عنه إذا ما كان فعلا، وإذا ما كان له راح يرجع إلى وزارة العمل. وزارة العمل في البداية في قانون هو قانون التأمين ضد التعطل راح يمشي له على الأقل 6 شهور يصرف للتعويض عن التعطل بمقدار 60% من راتبه بما لا يفوق 500 ولا يقل عن 150. أضف لهذا أن وزارة العمل اليوم بنك الوظائف مليء جدا، يعني أنا أقدر أقول لك يمكن فوق 6000 وظيفة موجودة فعليا. هي إحصائيات 2016 فقط، يعني نهاية 2016، ما بالك هذه إلى اليوم يعني إحنا واصلين. وأضف على هذا المعارض النوعية اللي تتم بناء طبعا على ارشاد وتوجيه سعادة وزير العمل. تكلم عن البدائل في ما لو يعني تم يعني ابعاده عن العمل او يعني اخراجه من العمل، يعني برجع حق مهدي انا، انت حاليا شنو وضعك؟ متقاعد؟ هل تشتغل؟ للتعديل بس بداية انت قلت متقاعد، انا مو متقاعد. انا صادتني الاصابة وبعد ما خلصت الإصابة الشركة مشكورة جدا 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 وفرت لي وظيفة لائمني، وتوفر إلى هذا اليوم وظائف ملائمة لأي إصابة تحدث في الشركة. أنت لازلت تعمل في الشركة؟ لازلت في نفس الشركة. في نفس المكان؟ لا، يعني غيروا المكان. غيروا المكان بسبب الإصابة يعني. يعني شافوا لي مكان يناسبني صحيا يعني. وهذا اللي قاعد يصير، يعني معظم الإصابات عندنا في الشركة، يعني أن
إدارة الشركة مشكورة قاعدة توفر كل إمكانياتها لعدم يعني تفنيش أي شخص أو الاستغناء عن خدمات. احنا بس طمنا عليك أنك في العمل، لازلت في العمل. ايه أنا وصلتنا المعلومة أنك متقاعد. لا لكن لازلت في العمل. والشركة مشكورة يعني قامت يعني ب يعني توفير مكان ثاني. وين اللي يعني وين المشكلة؟ أنت قلت من شوي إن ما أنصفك. أنا أتكلم في حال أنك تم توفير وظيفة بديلة، يعني القانون تم تطبيقه. وين المشكلة؟ وين عدم الإنصاف في حالتك؟ أنا أتكلم عن الشركة، كانت تقدر تستغنى عني. نعم. إنزين، هذا شيء من دافع من الشركة. وحسب ما ذكر الأستاذ علي ما تقدر تستغني عنك الشركة، لازم توفر البديل ولا تقدر؟ تقدر تستغني. ما تقدر تستغني عنه دام إن الوظيفة موجودة اللي تناسب إصابته، لأن هذا نص يعني قانوني. يعني الشركة ملزمة قانوناً بأن هي توفر وظيفة بديلة للعامل المصاب، وإذا ما في وظيفة بديلة هني يتم الاستغناء عنه. نعم. فالشركة يعني تقدر تقول إن أنا ما عندي وظيفة. وفعلاً الشركة اختلقت لي وظيفة جديدة بمسمى جديد. نعم. كلارك كاتب. هذه والله لفتة كريمة من هذه الشركة الحقيقة. نعم. ونتمنى يعني كل الشركات اللي الوظيفة اللي خلوني فيها يقتدون فيهم ما كانت موجودة أساساً. نعم. في القسم اللي أنا فيه. نعم. الشركة مشكورة خلقت مسمى وظيفي عشان أنا بس. يعني في الأساس كانت تقدر تقول لي ما لك مكان. نعم. بس هاي بادرة خير من الشركة يعني. بس أنت عندك مشكلة في الرحلة العلاجية، يعني في مسألة العلاج. أنا أتكلم حقي كتعرضت لإصابة، حقي من الشركة، الشركة ما قصرت. أنا أتكلم عن حقي من الإصابة اللي تعرضت لها، يعني إصابتي بليغة. نعم. يدي ما تتحرك، فيها عجز 90%. نعم. شنو يقول القانون؟ أنا أبغي يطبق علي القانون فقط. يعني لما القانون انتوا اللجان الطبيه تعترف بالمصادر الحكوميه اكثر من المصادر الخاصه. اللجان الطبيه قالت ان نسبه العجز هي 40%. اي نعم. وانت تقول 90%. اي نعم. كلامك بناء على تقارير طبيه موجوده. نعم. اذا اللجنه استندت على شنو عشان تحدد ان هي 40%؟ هذا الشيء اللي ابغى اعرفه. التقارير الطبيه اللي عندك من وين؟ من اي عيادات؟ عندي حكوميه ولا خاصه؟ عندي من المستشفى العسكري. اي نعم. وانا تعالجت في السلمانية بس. نعم. ما اخذت تقرير، وتعالجت في خاص لما شفت العلاج يطول، يعني لجأت الى خاص على اساس احنا نبي التقرير اللي يثبت ان عندك عجز 90%. تفضل، هذه تقرير من مستشفى السلمانية. اي نعم. بس خله عندك وبن زين كاميرا شباب على الورقة. نعم. في النسبة هني. اي نعم. مكتوب وفي ختم السلمانية. أشر على النسبة. أشر على النسبة. إيه. 90%. 90%. إيه نعم. خلك ماسك كل ورقة مثل ما أنت، الله يسلمك. عشان بستخدم الكاميرا. إذا هذه التقرير من المستشفى السلمانية يفيد بالعجز بنسبة 90%. إيه نعم. في يدك. بعد التعرض لإصابة عمل. إيه نعم. وهذا قرار اللجان الطبية. نعم. شو يقول القرار؟ القرار يقول عولج سبب جرح قطعي عميق بالرسغ الأيسر، عولج جراحيا وقد نتج عن ذلك فقدان وظائف اليد اليسرى. نعم. أنا فقط وظائف يدي. زين. وتعتمد وبناء على ذلك أعطوني 40%. الحين المستشفى. نعم. السلمانية يقول 90% سارة و... نعم. و40% يقول اللجان الطبية. اللجان الطبية هي وزارة الصحة بعد. نعم. يعني الجهتين. هل لجأتوا للاتحاد؟ هل لجأت للاتحاد؟ لا ما لجأت لشيء، لأن هذا الشيء يعني أنا على حسب خبرتي، يعني أنا مو كل يوم قاعد أتعرض لإصابة، ولا أدري إن في استئناف، ولا أدري إن أقدر أستأنف القرار، لأن أنا تعرضت لإصابة وجاهل يعني في هذا القانون، ما أدري إنه يصير استئناف وتقدر يعني ترجع مرة ثانية إلى اللجنة وتستأنف، ما أدري. أنا وافقت، قلت
هاي اللي تشوفونه كيفكم يعني. القانون نفسه يعني يعني هل حدد نسبة معينة نسبة عجز 90% شنو يعطونه 40% شنو يعطونه؟ لابد أول شيء أنوه لأن كل دكتور يتعالج عند المريض راح يعطي نسبة معينة هو فعته هو في حسب تشخيصه إلى ما، لكن في لجنة هي مشكلة بقرار من وزير الصحة هي تنظر طبعا الأوراق والتقارير وتودي الشخص ويقعد معاها ويختبرونه في بعض حركات اليد وهالأمور، فهي على هالأساس هي تحدد النسبة. فالنسبة اللي يعطيها الطبيب مو شرط تكون هي النسبة الصحيحة، مع أن أنا يعني ما أعرف عن وضع الـ الأخ، بس لكن هذا اللي يطبق يعني حالي على أرض الواقع، أن اللجان الطبية يعني وجدت على أساس أن تحدد النسبة. الطبيب اللي يعالج يمكن يعطي نسبة قد تكون يمكن تقديره للنسبة يمكن عالي. التأمينات قصدي اللجان الطبية، لا اللجان الطبية تنطر الموضوع من ناحية التقارير من ناحية يعني الموضوع فحص. في نسبة وتناسب أيوة يعني 90% يعطيها الطبيب حسب أيوة تشخيصه أيوة واللجان حسب اللي هو الاختبارات أيوة اللي يجرونها أيوة على الشخص حسب التقارير والاختبارات اللي يجرونها لما يستدعونه. النسب كل نسبة راح يحصل عليها تعويض معين زائد راتب من التأمينات أو مبلغ من التأمينات بشكل شهري. حتى لو تم يعني استبدال وظيفته بوظيفة أخرى تناسبه. حتى لو تم هاي هذا ما له علاقة بهذا، لأن هذا يخص إصابة عمل وهذا يخص عمل. نعم. أستاذ يعقوب، ذكرت من شوي إن دوركم كبير في التوعية وتحرصون على توعية العمال بحقوقهم خاصة فيما يتعلق بالسلامة المهنية ويتعلق بحقوقهم فيما لو تعرضوا إلى أي إصابة أو فصل تعسفي أو تعطيل في صرف الرواتب أو غيرها من هذه المشاكل. شنو طرق التوعية اللي تتبعونها عندكم في الاتحاد؟ احنا والله نقيم يعني ورش عمل، يعني احنا عندنا نقابات منضوية تحت الاتحاد، احنا عندنا قرابة 18 نقابة في المؤسسات والمنشآت اللي موجودة في البحرين. كل نقابة تحاول حتى في داخل مؤسساتها أو داخل منشآتها أن تقيم ورش عمل بالتعاون حتى مع وزارة العمل، ما يقصم الوزارة طبعا دائما يزودوننا بالمدربين، فنقيم هذه الورش العمل في مجال الصحة والسلامة. ونفس الشيء ان احنا كذلك ان نسوي ورش عمل في الاتحاد ونجيب نستقطب جميع النقابات المنضويه تحت هذه، وحتى ان نوصل مو فقط حق العمال اللي في المنشآت، حتى في العمال تبع المقاولات اللي هم خارج المنشآت وذي نوصل لهم. يعني احنا عندنا دائما في فتره الصيف نروح لاماكنهم هناك ونوعيهم بالصحه وبالسلامه، حتى قضية ضربة الشمس وشرب الماء وما شابه ذلك. هذه احنا دائما احنا عندنا بالتعاون مع الوزارة دائما ان نحاول ان نوصل لهم، نحاول حتى نسوي ندوات بعدة لغات مو فقط اللغة العربية، عندنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحتى اللغات الثانية اللي هي فيها عمالة الوافدة اللي موجودة عندنا هني. فاليوم يعني الاتحاد يعني ماخذ على عاتقه هذا الدور أن لابد نوعي. لهذا السبب أن نشوف في 2017 نسبة الحوادث ونسبة الإصابات قلت كثيرة عن، خلينا لو نتكلم عن الربع الأول في 2017 غير عن 2016 اللي صار. يعني نتحدث عن 2016 قرابة تقريبا 60 إلى 70 قضية وصلتنا، الآن فقط 12 قضية لحد الآن. فهذا يعني يبين مدى يعني وعي اللي هو العامل وأصحاب العمل في هذا الشيء. فيما لو مثل حالة الأستاذ مهدي لجأ للاتحاد، شنو الإجراءات اللي تقومون فيها؟ هل هي توعيته فقط بأنه يروح مثلا يرفع تظلم، أو لكم دور أساسي في قضيته ممكن تمارسونه؟ لا احنا ندخل يعني في عدة أماكن. يعني اليوم احنا لما جينا مثل الأخ مثل مهدي نشوف التقرير وذي، احنا عندنا محامي، احنا يعني حاطين في الاتحاد محامي يدافع عن جميع العمال وجميع القضايا. اليوم نوصل حتى حق وزارة الصحة. نعم. يعني مثل هذه الإشكالية يعني الاتحاد ممكن يدافع عن قضية. نعم. أي عامل. نعم أي عامل، ما يشترط أنه هو يكون يعني ينتمي لنا أو ما ينتمي لنا، هاي شيء آخر. اليوم احنا قاعدين ندافع عن جميع العمال في البحرين سواء المواطنين أو الوافدين.
فاليوم عندنا دور كبير، واي شخص يوصل لعندنا فاحنا على طول ندافع عنه، سواء نروح الوزارات، سواء الهيئات الحكوميه، وزارات الحكوميه، او حتى مثلا القضاء. هذا يكون طبعا اخر مطاف لنا المحاكم، انه نوصل حق القضايا ما قضايا. ودائما الحمد لله يعني في الاتحاد الحرري احنا ما قاعدين نوصل للمحاكم الا القضايا القليله، لكن غالبيه القضايا قاعده تنحل بامور التوافقيه، سواء في القطاع العام او حتى في القطاع الخاص. في كل الاماكن. مهدي انا برجع لك، انا صراحه شفت اللي في التقرير المصاب باصابه العمل، وذكرت انه هو زميلك، وكذلك انت حالتك يعني مؤسفه والمتنا كثيرا مثل ما المتنا حاله زميلك. لكن هذا يقودني الى مساله اشتراطات الامن والسلامه، اشتراطات السلامه في الشركه مثلا تشتغلون فيها او في الشركات الاخرى. يعني تكرار هذه الحالات شنو سببها؟ هل هو عدم توافر اشتراطات الامن والسلامه في الآلات نفسها؟ هل هو قلة وعي مثلا من هذه، أو جهل لبعض الـ 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 لهذه التقنية اللي أمام اللي قاعد يستخدمها؟ شنو بظنك؟ والله أنا اعتقادي أن اختصارات العمل أنا يعني وأنا أشتغل أبغي أختصر الشغلة قاعد أسويها. هذا الاختصار ممكن يكون مميت. في اختصارات لما تكون أبريترز لو عامل، في اختصارات خطيرة. هذه أكثرها هي مسببة للحوادث. هذه باجتهاد من الموظف نفسه إنه يروح ويختصر. بالضبط. طبعاً الشركة أو القسم السلامة وفي شيء عندنا اسمه JSB اللي هو جوب يعني براكتس سيفتي براكتس. هاي دائما يعلمونك ان انت لازم ما تروح من هاي الطريق، لازم تسوي كذي، اذا حسيت ان هني في كذي لا تروح، لا تعرض نفسك للخطر، يعني دائما موجود، قسم السلامه موجود على طول يعني. اي نعم. والتذكير بالسلامه موجود على طول. كل شهر لازم تلقى محاضره على العمال وتذكير بالسلامه. نعم. شهريا. انا اتكلم عن يعني شركتنا شهريا لازم يكون. انت عاد الحين عندك ما شاء الله وزاره العمل موجوده. اي نعم. ورئيس اتحاد الحر النقابات العمال. نعم. موجودين. نعم. اعتقد يعني عرفنا يعني السبب رئيسي من اسباب الاصابات العمل وهو الاختصار. يعني انا باخذه على هالمسمى اللي قاله، الاختصار العمل الشورت كت يعني. فبحاجه قلت لهم بحاجه دائما وبشكل مستمر الى دورات وتوعوية وورش عمل أسبوعياً أو حتى شهرياً ليتفادون إصابات العمل. نعم. سيد يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحري لنقابات عمال البحرين، شكراً لك. سيد علي سلمان رئيس شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكراً على حضورك. والسيد مهدي حبيب حالة من حالات الإصابات العمالية، شكراً لكم على وجودكم اليوم في برنامج الرأي. شكراً لكم. وكل عام وانتم بخير. وانت بخير.